السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. الان حنا كنتواجدوا في اكليم شارع محمد الخامس، كما كتشوفوا شارع محمد الخامس. كاين واحد الكراج هنايا، الكريه تجاره، هذا هو الكراج اللي جاء على الشارع الكبير. كراج تبارك الله مفتوح ديال التجاره. بسم الله، عنده لانتيراس هنايا كما كتشوفوا، لانتيراس كراج تبارك الله كبير وكذلك مفتوح. انتم تشوفوا بجميع الانستالاسيون ديالو، المسائل بالضوء بالماء بكل شيء. هذا هو الكراج، فيه هنايا كما كتشوفوا دوشات. انتم تشوفوا التجارة، هذا اللي جا في اكليم شارع محمد الخامس، في الشارع الكبير شارع محمد الخامس اكليم، الشارع الكبير جا حدا السبيطار اللي كاين في اكليم. انتم تشوفوا تقدر تحل حتى هذا، دير جوج كراجات، هذاك راه غير مؤقتا كما كتشوفوا. كراج يعني بصراحة كبير، وتقدر دير فيه مكازا ولا دير فيه جميع الحوايج اللي بغيت. عندو لانتيراس، تيراس يعني كبير تبارك الله. الشارع الكبير كما تشوفوا، الشارع الكبير محمد الخامس اكليم. الشارع الكبير هو هذا اكليم. السبيطار هو هذاك عليه. هاد ان شاء الله نحط لكم الرقم الهاتف اللي بغى يكريه، مرحبا راه الكريه. هذه هي مدينة أكليم.